أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. الطبق اللي حنعمله اليوم طبق رئيسي الكل حيحبه، حنعمل يخني فاصوليا عيشة خانة. هحتاج الفاصوليا اللي بتبقى عندي بهذا الشكل، فاصوليا بيضة عريضة، في ناس بسموها فاصوليا بيضة عريضة بالطريقة هاي. طبعا هي شكلها كتير لطيف، ويمكن في ناس ما جربوا يطبخوها بس طعمها كتير كتير لذيذ. هحتاج لحم، ممكن استعمل لحم بعظم او لحم هبره زي ما انتم بتحبوا. ولسلق اللحم هحتاج بصل، عيدان القرفه، حبوب او فصوص من الهيل الصحيح، وبعض اوراق الغار. ولبقيه الطبخه هحتاج معجون طماطم، ثوم مهروس، وبصل مفروم، شويه بهارات، وعندي هون حوالي 4 كوب من عصير الطماطم. ممكن أجيب عصير طماطم جاهز أستعمله، وممكن أجيب طماطم فريش تكون بس طرية شوي في إبرك الخلاط أعصرها وأطبخ فيها. طبعا الفاصوليا زي غيرها من البقول، زي طبعا اللوبيا أو أي بقول أخرى، نحتاج أنه ننقعها عدة ساعات عشان نقدر نشتغل فيها، لأنه ما بنقدر نطبخها مباشرة بالشكل هذا. فبغمرها بالمي، وعندي هون فاصوليا منقوعة قبل عدة ساعات. ممكن عادة إحنا بنعملها طول الليل، نكون عارفين تاني يوم حنطبخ مثلا الطبق اللي فيه بقول، بعمل حسابي بحطها بمي وبسيبها لغايه ما تاخذ ساعه راحتها وتتضاعف عندي في الحجم. يبقى الفاصوليا الناشفه بنقعها وبرضه بسلقها قبل ما اطبخها. هاخدها بالشكل هذا، نغمرها بالمي ونسلقها لغايه ما هورجيكم هلا كيف حيبقى شكلها بس تنسلق، عشان تتعرفوا على القوام اللي بيبقى للفاصوليا. لاحظوا الفرق عندي، طبعا في منتهى الجمال. هذه ممكن ست البيت تسلق قبل بوقت وتحطهم بالتلاجة، ما في مشكلة عندنا. حتى اللحمة على فكرة فيني أكون طبخاها حطها بالتلاجة قبل بيوم، ما في مشكلة، وقت اللزوم بطبق هالطبخة وبتبقى في منتهى الجمال. نبتدي. يبقى احنا سلقنا عندنا هيك الفاصوليا، ونبتدي نتكلم عن اللحم. اللحم بنفس الطريقة حسلقه بالطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. هحط اللحم واضيف له تشكيلة البهارات اللي هنستعملها، البصل والبهارات الصحيحة، الهيل والغار والقرفة. هغمره بالمي واسيبه على نار متوسطة لغاية ما يغلي، وبعد هيك بغطي واسيبه لغاية ما ياخذ وقته ويستوي تماما على الاخر. هبتدي اسخن شوية زيت وابتدي اشوح شوية بصل مفروم. بس يتشوح عندي ياخذ لون ذهبي فاتح. البصل عندي اخذ اللون الذهبي اللطيف. ابتدي اعزائي المشاهدين هلا اضيف الفاصوليا المسلوقة. حنضيف هلا الطماطم. هيك هيك تحريكة حلوة هيك. وعندي هون طبعا اللحم المسلوق. هلأ بضيف شوية المرق، وعشان أزبط برضو الطعم أكتر وأكتر بحتاج أضيف شوية معجون طماطم. هلأ رشة الفلفل الأسود وشوية هالكزبرة وشوية الملح، وبسيب فاصوليا هيك لتاخد وقتها على النار وتستوي. طبعا أنا ممكن أكون عاملاها قبل بوقت، عندي بالشكل هذا فاصوليا جاهزة ما شاء الله، الريحة تاعتها بتفتح النفس بيبقى بالشكل هذا. هخليها هيك هي جاهزة للتقديم، بس عشان دائما الاشي اللذيذ دائما في مطبخنا التيست هيك والقدحة اللي بنحطها في الاخر، فانا عندي هون شوية تومة. هنعمل القدحة اللطيفة اللي دائما تميز هالاطباق اليخاني عنا. حط شوية زيت، ممكن استعمل زيت زيتون اذا بتحبوا او زيت ذرة. هضيف توم مهروس، هذه دائما القدحة بنعملها في اخر وقت، بقلب التوم بهالطريقة بيتشوح عندي شوي. التوم اخذ عندي هاللون الذهبي اللطيف، طبعا لاحظوا مجرد بس ما يتغير شوي اللون على طول بضيفه فوق الفاصوليا. اعزائي المشاهدين الفاصوليا شهية ولذيذة وجاهزة نسكبها. اتمنى انها تكون عجبتكم وتحبوا تجربوها على سفرتكم.